قال وزير الخارجية إن المباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي تناولت العديد من القضايا المهمة، من بينها قضية سد النهضة. وأكد شكري ضرورة استمرار العمل المشترك للحفاظ على مصالح كافة الأطراف وفقا لقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة في الحفاظ على الموارد المائية والأمن المائي المصري. تبحثنا خلال لقائنا أيضا فيما يتعلق بقضية سد النهضة وأهمية استمرار العمل المشترك للحفاظ على مصالح كافة الأطراف الثلاث، وبما يحافظ على هذه المصالح وفقا لقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة في الحفاظ على الموارد المائية والأمن المائي المصري. أيضا تناولنا قضية ليبيا والسودان وأهمية العمل المشترك لمواجهة كل التحديات التي نعمل سويا على التغلب عليها. بالتأكيد أنه مواجهة الإرهاب، مواجهة التطرف من ضمن الأولويات الرئيسية.